أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث تواصل معكم وزارة الأوقاف المصرية هذه اللقاءات المباركة. ولقاؤنا يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثالث الذي تقيمه وزارة الأوقاف بهذه الرحاب الطاهرة بمسجد الفتح بميدان رمسيس بقلب القاهرة النابض. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بضيوف هذه الأمسية وهذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. ومعنا ضيوفا كراما من وزارة الأوقاف المصرية، فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ حمادة المطعمي مدير إدارة غرب أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور علي سليمان مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة. ويضيف هذه الكوكبة من علمائنا فضيلة الدكتور ياسر مجوري إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة مسجد الفتح بميدان رمسيس، وفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أهلا بكم جميعا على مأدبة الرحمن وفي بيت الرحمن. نلتقي في هذا اللقاء الإيماني المبارك سائلين الحق تبارك وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن ينفعنا وأن ينفع كل من استمع إليه ويستمع إليه، وكل من سعى جاهدا لإقامته به إن شاء الله تعالى، وأن يجعله في ميزان حسناته. نبدأ لقاءنا بخير البدء دائما بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ألم نشرح
قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عزب، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ولا يفوتني في هذا اللقاء أن أرحب بالزميل والصحفي الصديق الأستاذ محمد السعاتي، الصحفي بجريدة عقيدتي، والذي يشارك معنا في تغطية هذه اللقاءات المباركة. مستمعينا الكرام، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنوان الأدب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأمة كلها تستقي من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخلاقه وسنته هي النبراس وهي الضياء الذي يضيء لهذه الأمة طريقها. وكان لزاما علينا أن نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وأن نعامله بما هو أهله. فالأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل فرد في هذه الأمة. ونحن أمة الإسلام نتأدب مع أنبياء الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم مبارك يوم عاشوراء نتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن سبب صيام هذا اليوم في المدينة المنورة، فقالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى. فقال: نحن أولى بموسى منه. فنحن أمة نحترم أنبياء الله تعالى ونحترم نبينا صلى الله عليه وسلم. تحت عنوان حسن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وزيرا، وإلى سائر القائمين على أمر هذه الوزارة، وبخاصة الذين يتولون أمر الدعوة الإسلامية فيها. وأقول في البدء إن هذا الموضوع في هذه الفترة من الزمن نحن أحوج ما نكون إلى أن نتناوله في اتجاهات تبلغ حدا في الكثرة. لا يستطيع الإنسان أن يجمع كافة الجوانب محل التناول في هذا اللقاء، ولكني سأشير إلى نقاط محددة في هذه الفترة الموجزة بالنسبة لي. أسأل الله التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يمن علي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتكلم عن سيدنا رسول الله بما يتناسب مع مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق: الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له صور شتى، أحددها في نقاط محددة حتى تكون عناوين لمحل التناول فيما هو آت إن شاء. أولا: الأدب مع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: الأدب مع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا الأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقاط الأربعة لا يتأتى أن نتناولها كما قلت بالبيان، وإنما سأتناول ما يأذن الله به في نقطة أو نقطتين، وخاصة فيما يتعلق بذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن سيدنا رسول الله كمنزلة ومكانة تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب ربنا، وورد في سنة نبينا، وورد أيضا على ألسنة المحبين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا ورد في كتاب ربنا بحق نبينا لنتأدب مع نبينا كما يريد ربنا؟ أقول الآتي: أولا، الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يتأتى أن نذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم مجردا من وصف النبوة والرسالة بأي حال من الأحوال. وأقصد بهذا القيد أن بعض الناس عندما يتكلم يقول محمد، وأحيانا كأنما يتفضل فيقول صلى الله عليه، وفي بعض الأحيان نجد بعض الرسائل تصل إلينا يقول مسجلها صل على محمد. هذا الذي قال هذا القول لم يقف على حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء كتاب الله. لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن كله إلا مخاطبا بوصف يا أيها النبي أو يا أيها الرسول من قبل الله. وإذا كان الله ينادي عليه بهاتين الصفتين فإن الحد الأدنى الواجب علينا أن ننادي به أو أن نذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول رسول الله أو نبي الله. وعندما جاء الاسم العلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة جاء في مواطن أربعة: جاء في سورة آل عمران، وجاء في سورة الأحزاب، وجاء في سورة محمد، وجاء في سورة الفتح. ولكن الله ذكره باسمه العلم محمد وقرنه مباشرة بالوصف بالنبوة والرسالة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. ولهذا وجدنا الأمر الإلهي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من تبع رسول الله إلى قيام الساعة، وجدنا أمرا إلهيا ألا ينادى رسول الله إلا موصوفا بالنبوة أو الرسالة، ولا يتأتى أن نذكره باسمه العلم المجرد غير مقرون بالصلاة والسلام عليه. وعندما جاء البعض وكانوا جاهلين ولم يكونوا قد تأدبوا بأدب الإسلام مع رسول الله، أدبهم الله في خطابهم لسيدنا رسول الله فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي
أي لا تنادوا عليه باسمه كما ينادي أحدكم على صاحبه أو صديقه باسمه المجرد، بل إنه قال لا تجعلوا دعاء الرسول، ولم يقل لا تجعلوا دعاء محمد، وذلك إعلانا لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تأدبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء بعض الأعراب ووقفوا خلف حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه بهذا النداء، يا محمد اخرج إلينا نكلمه، فإذا بالحق سبحانه وتعالى يعتب وينكر عليهم هذا الأسلوب ويقول في كتابه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي من نادوك باسمك العلم المجرد غير مقرون بالنبوة والرسالة، هؤلاء لا يعرفون قدر رسول الله ولا يعقلون أو يدركون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أول أمر ينبغي أن نخرج به من هذه الكلمة هو أننا لا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا موصوفا بالنبوة والرسالة، ولنا أيضا أن نذكره مقرونا بالسيادة والريادة، لأنه صلى الله عليه وسلم وإن أنكر على بعض الصحابة أن يقول له يا سيد الناس قائلا لا تدعوني سيدا فإن السيد هو الله، الرسول أدرك بنور قلبه من خلال قول القائل أنه إنما يريد بكلمة السيد معنى لفظ الجلالة، ولهذا صحح له المفهوم أن الأمر إذا تعلق بالخلق والتدبير والتكوين وما شاكل ذلك فلا تطلق كلمة سيد بهذه المفاهيم إلا على الله جل في علاه. وأما إذا كانت كلمة سيد من السيادة بمعنى السمو والعلو والرفعة وعظم المكانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، إلى غير ذلك مما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بسيدنا رسول الله في أدب الخطاب معه. النقطة الثانية، علينا أن نقدر إحياء ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا دليلي على هذا هو من كتاب الله. لا نقول إن إحياء ذكرى الميلاد بدعة، بل نقول إن لها أصلا قرآنيا، والدليل على هذا ما يلي: إذا ما نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أن الحق سبحانه كان يبشر ببعض الأنبياء والمرسلين، قد تأتي البشارة إلى الأم وقد تأتي البشارة إلى الأب وقد تأتي البشارة إلى الأم والأب. أما البشارة إلى الأم فكما في قصة موسى وقصة عيسى، والوقت لا يتسع لذكر الآيات، ولكن الملائكة بشرت أم موسى وبشرت أم عيسى، فهي بشارة للأم. وهناك بشارة للأب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وأحيانا تكون البشارة للأبوين معا، كما في البشارة بإسحاق بالنسبة لأبوين إبراهيم عليه السلام والسيدة سارة. ثم نجد أن البشارة
استطاع. البشارة بسيدنا رسول الله وتهيئ الأمم وتهيئ البشرية لقبول دعوة سيدنا رسول الله سبقت مولده بألفي عام. إبراهيم عليه السلام كان عنده علم به وهو دعوة أبيه، وبينه وبين موسى 600 عام، وموسى عليه السلام عنده علم به كما نص القرآن، وبينه وبين عيسى 1300 عام، يبقى بقينا 1900 سنة، وبين عيسى ومحمد عليهما السلام 571 سنة. فإذا ما جمعناهم على 1900 أصبح ما يقارب 2000 سنة و400 عام، كلها بشارات وردت في آل عمران والأعراف والفتح والبقرة والأنعام لتهيئ الأمة وتهيئ الرأي العام للاحتفال وللاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. وما زال اللقاء يتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء الديني المبارك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويتواصل اللقاء مع حسن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قضينا ساعات وساعات وأياما وأياما نتحدث فيها عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اكتفينا، لكننا نقطش من كل بستان زهرة في هذا اللقاء المبارك، ونواصل الحديث عن أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين وبعد. فإنني أود قبل أن أبدأ هذه الكلمة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف ولوزيرها العالم الجليل والفقيه الكبير الداعية المجدد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه النفحات الدعوية التي يطالعنا بها بين الحين والحين ليقدم الدعوة الإسلامية في ثوب متجدد مشرف يواكب سيرة الناس وخطواتهم في الزمان وفي المكان حتى يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يطبقوا شرع الله عز وجل التطبيق الصحيح الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة ويبعد عنهم الشقاء والفهم المحتبس الذي يحاول البعض أن يضل الناس به وأن يأخذهم على طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فشكر الله له هذا الجهد وأمده بعونه وزاده فتحا ونورا وتوفيقا، وحفظ أولئك الذين يقفون حوله من رجال الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الدينية، وذلك للارتقاء بالدعوة الإسلامية حتى يظهر الجميع دين الله عز وجل بصورة راقية سامية تليق بجلاله وكماله،
وقدرته على إسعاد الناس وحكم تصرفاتهم في الدنيا وفي الآخرة. والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان لا يستطيع عدد من العلماء أن يوفوا هذا العنوان حقه، ولا يستطيع جمع كبير من أهل العلم، بل لا تستطيع مؤسسات علمية إذا تفرغت للبحث والتأليف والمذاكرة والاطلاع أن توفي جزءا من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا في بيان أدبه وإبرازه للناس حتى يقفوا على هذا الأدب الرباني الكبير، وحتى يقتدوا به في دنياهم ويأخذوا منه زادا يوصلهم إلى النجاة في أخراهم. وأنا أتصور أن أول خطوة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ في حب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب هو ميل القلب إلى شخص أو إلى فكرة أو إلى أرض أو إلى مكان أو إلى جهة، ولكنه بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في ميل القلب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كشخص كمله الله عز وجل وجعله هو النموذج الأمثل للكمال البشري، وكذلك أيضا الكمال الذي جاء به في تشريعه العظيم الذي هو كثير بأن الناس إذا اتبعوه سوف يسعدون أو يسعدون بحق في دنياهم وفي أخراهم. والحب لا يأتي اكتسابا، ولكنه أمر يخلقه الله في قلب الإنسان، فالحب محله القلب، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك كان حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عزيزا يحتاج إلى أن يلجأ الإنسان فيه إلى ربه لكي يميل قلبه إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فيمتلئ القلب بهذا الحب، ثم ينطلق من هذا الحب إلى الاقتداء وإلى الأسوة وإلى أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كتابا وسنة، ليستمد منه الزاد وليستدير بهديه في دنياه وفي آخرته. ولذلك كان هذا الحب يلتمس، ويجب أن يدعو الناس ربهم أن يعينهم على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح لهم قلبه أو قلوبهم، فإن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. والله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فمن أراد أن يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتجه إلى الله تبارك وتعالى ليرزقه نعمة هذا الحب، فإن نعمة حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي لا تدانيها نعمة. والحب ليس مجرد شعور أو ميول، ولكنه شعور قلبي يحتاج إلى ترجمة في الواقع العملي. ومن سمات هذا الحب أنه قبل أن يترجم إلى عمل أنه لا بد أن يكون راجحا في قلب الإنسان عن كل ما سواه، وذلك ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديثه الصحيح الذي يقول فيه والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فكأن هذا الحب يجب أن يكون راجحا على كل من يحبهم الإنسان في دنياه حتى نفس الإنسان. وكذلك أيضا فيما جاء فيما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. فقال له: لا يا عمر، لا يا عمر، والله لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن والده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. فقال له: الآن يا عمر. هذا الحديث الصحيح يدل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قويا وراجحا في قلب الإنسان حتى يفوق كل حب سواه، لأن ذلك الحب هو المدخل للنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. الحب لا يكون كلاما أو مجرد شعور، ولكنه يجب أن يكون اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما لما جاء به. ولا يمكن أن يدعي حبا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يزعم أنه يحب النبي ثم تراه يطبق في حياته العملية منهجا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة أنه يجب أن الإنسان المحب يجب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أمر على درجة من الأهمية وهو الرفق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وكان رحيما وكان لا يحب القسوة أو التشدد. فمن أراد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي به في هذا الأمر المهم الذي يجب أن يترجم إلى سلوك عملي في الحياة، وهو الرفق بالنفس والرفق بالناس والرفق بذوي القربى والرفق بالجيران والرفق بالطلاب والرفق بالمسنين والرفق بالمرأة والرفق بكل إنسان في الحياة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا يحب الرفق في كل شيء، وكان يحب اليسير من الأمور، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فياض بالخير، والكلام عنه وعن آثاره وتطبيقاته في السلوك لا يمكن أن يوفى حقه في جلسة أو جلستين أو ثلاث أو ما، ولكنه نظر قليل يدل على خير كثير. أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يحفظنا ويحفظ بلدنا وبلادنا من كل سوء ومكروه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في هذا الإطار المبارك وفي هذه الفعاليات المباركة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيم وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمهور. أخوتنا في رحاب الإيمان، نختتم لقاءنا بالدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا سيدي يا عظيم الجاه،
اللهم زد قدره العظيم وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيديه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا معه في الفردوس الأعلى واحفظ أسرارنا واشفع بابنا واجعل عمرنا وجيشنا ورجال أمننا يا أكرم الأكرمين يا Oh,
رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء الناظر، نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام فعاليات هذا اليوم وهذه الليلة من الأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا من صالح الأعمال وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. شكرا لحسن متابعتكم، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين أسعدونا وأثروا معنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، على وعد بلقاءات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.